منتهى الفخر احنا في قرية اسمها النازلة، طبعا محافظة الفيوم. طبعا من ضمن الحاجات العلامات اللي في القرية انك بتنزل. احنا نازلين دلوقتي على منظر رائع، منظر بديع، فكرة صناعة الفخار في مصر. دي من أوائل القرى اللي بيصنع فيها الفخار في مصر، من أقدمها إنجاز التعبير يعني. دي هذه البقلة كانت السيدة فاتن حمامة تحملها هي والسيدة أمينة رزق في فيلم دعاء القروان سنة 1959، نفس النازلة. طبعا مع احترامنا يعني كانوا بيشيلوها كده بالطريقة دي، وكانت في حاجة اسمها حواية كده تحطها على دماغها كده وتنزل بيها كده، وساعات بالحضن كده. الحاجات اللي زي دي محتاجة توثيق أكتر، محتاجة اهتمام أكتر. فكرة النازلة دي بيقولوا لي إنه لم يطرأ عليها أي جديد من سنة 1959. ليه؟ لأن الناس اللي عايشين في هذه المنطقة أو الناس اللي مهتمين بفكرة الأثر الفخاري إنجاز التعبير، الطراز الفخاري إنجاز التعبير، مهتمين أو بفكرة إنه كل حاجة تبقى كما هي. صحيح هي اسمها النازلة، بس إحنا في الإطار إحنا طالعين للحفاظ على هذا الطراز والتراث. فكرة إن إحنا نيجي هنا، جت قنوات كتير وجت كاميرات كتير، ولسه كنت بتكلم مع الشباب، لكن الأجمل من كده إنك توثق بعينك، والأجمل توثق بقلبك. أنا سعيد إنه الحاجات اللي زي دي لها تاريخ، والحاجات اللي زي دي لها ناس بتحافظ عليها. البقلة وأنا فاكر البلاص، بس ما أعرفش بيسموه هنا إيه، الزلعة، هما بيسموه هنا زلعة برضو. عندنا في القرية كده في قرية تفانى أشرف عندنا بيلبسوه في حواية كده كانت زمان، ويبقى معوج كده عشان يحصل عملية التوازن، والست الجميلة المصرية أو البنت الجميلة المصرية تبقى شايلاه وماشية كده وهي نازلة تدلع تملى القلل زي ما بيقولوا. فاكرين انتوا وأنا نازلة تدلع عاملة القلل؟ أنا هشوف حكاية الفخار هنا، حكاية الناس اللي عايشين هنا، حكاية الناس اللي بتصنع هنا، حكاية الناس اللي بتحافظ على التراث هنا، هيبقى شيء ممتع وبديع. أنا بين آثار وتراث وتراث، يعني تراث وتراث. هذه البقلة أيضا دي واحدة كانت حملاها السيدة أمينة رزق، واحدة كانت حملاها السيدة فاتن حمامة سنة 1959. يا هناه اللي يشوف تاريخ مصر في الأماكن اللي زي دي. وأنا سعيد إنه الحاجات دي بنلمسها بنفسنا في منشط بطريقة مختلفة وطريقة مبتكرة يمكن تنفعنا بجد، تنفعنا في تاريخنا المهني أنا وكل الزملاء اللي معانا في هذا الإطار. شوف الحكاية دي إيه؟ تعالوا نوصل وننزل مع الناس اللي بتصنع وتشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين، الناس دي بتشتغل إزاي، بتشتغل كام يوم، بيعملوا إيه، وإزاي يحافظوا على مصر في هذا الإطار. إزيك يا حاج؟ أهلا. إزيك يا عم؟ إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ أنت من هنا؟ من بني سويف. عايش في المكان هنا؟ لا، من بني سويف. طيب يا حاج، هجيلك. هجيلك. هذا جزء من المكان. تعالوا نشوف الموضوع ايه مع قرية النازلة والفخار.